يقول: ما هو السبب في أن البعض يتعوذ من الشيطان عند القراءة ومع هذا يشعر بتشويش الشيطان له ووسواسه عليه؟ لأنه تعوذ بلسانه فقط ولم يستحضر معنى الاستعاذة بقلبه، وله بالمقصود الألفاظ فقط، مقصود حضور القلب عند الاستعاذة وأن يعرف معنى الاستعاذة ويعتقده حتى يستفيد من الاستعاذة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: بعض الذين يفسرون الأحلام يذكرون أحيانا من الحقائق المتعلقة بالشخص صاحب الرؤية أو بمن حوله مثل اسم أمه أو صديقه أو نوع سيارته ونحوها، فهل هذا من باب الكرامة أم أنه نوع من الشعوذة؟ هذا شعوذة، هذا ليس مفسرا للأحلام، هذا مشعوذ ويستعين بالشياطين، هم الذين يخبرون بهذه الأشياء تحت ستارة تفسير الأحلام، فليحذر من هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل عاق لوالديه قاطع لرحمه، فهل له من ولاء وهل يقاطعه إخوانه لعقوقه ذلك؟ هذا يعتبر من العصاة، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فإن كان في مقاطعته وهجره زجر له يترك هذا الشيء فإنه يقاطع من باب التأديب، أما إذا كان مقاطعته لا تزيده إلا شرا فإنه لا يقاطع، وتواصل معه النصيحة لعل الله أن يهديه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى في الكفار تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وبين قوله تعالى بعضهم أولياء بعض؟ نعم، هذا في القلوب، قلوبهم مجتمعة على الباطل ولكن لا يجتمعون على نصرة بعضهم لبعض، فهم وإن كانوا مجتمعين على الباطل متفقين عليه إلا أن كل واحد له مطمع له غاية ليست للآخر، فيتفرقون حسب مطامعهم حسب شهواتهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل كتاب الفرقان بين الحق والباطل لشيخ الإسلام هو نفسه كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ لا أدري، لعله يكون مختصر منه أو كتاب آخر، الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة تثبت. نعم. والشيخ كما تعلمون يكتب كثيرا، يكتب رسائل وفتاوى ومؤلفات كثيرة متواصلة، ربما يكون هذا اختصار لهذا أو جواب عن سؤال كتبه. نعم. الفرقان بين الحق والباطل في مسألة كلام الله. نعم، إذن هو في الصفات مسألة كلام الله، إذن يقصد في هذه المسألة في مسألة الصفات. نعم. والذي معنا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في الخوارق والكرامات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأكل مع الكفار يكون من الولاء لهم؟ إذا أكلت معهم رغبة فيهم ومحبة لهم يكون من الولاء لهم، أما إذا أكلت معهم من أجل تناول الوجبة فقط وأنت تبغضهم ولا تحبهم فلا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل جاء نص صريح في القرآن في تحريم التشبه بالكافرين؟ لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، هذا نص، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، هذا نص، وفي قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، هذا فيه النهي عن التشبه بالكفار في شبهات الشهوات وشبهات العقيدة، والآيات كثيرة، الآيات كثيرة تنهى عن مشابهة الكفار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين التولي والموالاة؟ تولي الموالاة يظهر لأنها المحبة في القلب، وأما التولي فيكون بالعمل مثل المناصرة والمدافعة عنهم، تولي يظهر لأنه في العمل، والموالاة المحبة في القلب. نعم، يجتمعان، يجتمع التولي والموالاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول:
ما هو الضابط في إظهار الدين في بلاد الكفر كي لا يكون البقاء هنالك من موالاة الكفار؟ الضابط أن يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويظهر دينه. ما هو إظهار الدين أنك تصلي وتصوم فقط، بل أنك تبين بطلان ما هم عليه وحقية الإسلام وتدعو إلى الله، هذا هو إظهار الدين كما بينه المشايخ في رسائلهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في كتاب آيات الرحمن في جهاد الأفغان، وهل ما ذكر فيه من الكرامات التي وقعت لهم حقيقة؟ الله أعلم، أنا ما شفت الكتاب ولا أدري، ولا أدري من اللي مألفه أيضا، ولا أدري ما هي هذه الآيات، الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من يقرأ في الصحف والمجلات في الكلام على النجوم والأبراج يعتبر آثم؟ وهل يشمله حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ إذا قرأها قصدا وتأثر بما فيها وصدق ما فيها يصدق عليه الحديث، أما إذا قرأ من باب الاطلاع فقط فهذا لا يشمله الحديث، لأنه ينكر ما فيها ولا يصدقه، لكن هو آثم إذا لم ينكر هذه الأشياء ويناصح الصحفيين ورؤساء التحرير، يناصحهم أن يتركوا هذا، أما أنه يقرأها ويسكت فهذا لا يجوز له، لأنه لا يغير المنكر، لا يغير المنكر، وهو يقدر على ذلك، لأن يبين لرؤساء الصحف ومحرريها أن هذا لا يجوز، أو إذا لم يقبلوا يكتب للمسؤولين ليأخذوا على أيدي هؤلاء. المهم أنه ما يسعه أنه يقرأها ويسكت، أما إذا قرأها مصدقا بما فيها فهذا لا شك أنه يشمل حديث من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عما يقول فصدقه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعض من يبين من هم اليهود والنصارى يقول: اليهود هم أتباع موسى عليه السلام، والنصارى هم أتباع عيسى عليه السلام، فهل هذا التعريف صحيح؟ هذا في الأصل، نعم، هم في الأصل اليهود أتباع موسى في الأصل، والنصارى أتباع عيسى في الأصل، لكنهم فيما بعد حرفوا وبدلوا وغيروا وأدخلوا في الديانتين من الكفريات والشركيات الشيء الكثير، ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم نسخت التوراة والإنجيل ولم يبق إلا القرآن وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تنصح طالب العلم المبتدئ بقراءة هذا الكتاب، كتاب الفرقان، أو أنه أكبر من مستواه؟ يحضر الدروس فيه ويستفيد إن شاء الله، يستفيد إن شاء الله ويستفيد من قراءته أيضا، وما أشكل عليه يسأل عنه. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآيات من سورة آل عمران التي ذكر الله فيها قصة غزوة أحد مفصلة، وجاءت هذه الآيات في آخرها تبين أولياء الله وأولياء الشيطان. فأولياء الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل،
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم ذكر أولياء الشيطان فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وذلك أنها لما حصلت الوقعة عند أحد وحصل على المسلمين ما حصل من القرح وقتل منهم استشهد منهم العدد الكثير وجرح منهم العدد الكثير وذلك بسبب مخالفة وقعت من بعضهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما حصلت منهم المخالفة عمت العقوبة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نظم المسلمين وجعل ظهورهم إلى الجبل وجعل على الجبل رماة يدفعون عن ظهور المسلمين سمى جبل الرماة، فامتثلوا وأمسكوا الجبل ولم يحصل للمشركين فرصة أن يأتوا المسلمين من خلفهم، فتفرع المسلمون للقتال ففتكوا في العدو وكاد العدو أن ينهزم. فشرع المسلمون في جمع الغنائم، فلما رأى بعض الرماة الذين على الجبل أن المسلمين انتصروا وأنهم شرعوا يجمعون الغنائم ظنوا أن المعركة قد انتهت، فقالوا ننزل مع إخواننا نعينهم على جمع الغنائم. فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تترك الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا، ذكرهم بذلك ولكنهم أصروا على النزول، فنزل بعضهم وثبت بعضهم، ومنهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه ثبت حتى جاء المشركون من الخلف ورأوا أن الجبل قد خف الرماة الذين هم عليه فتقاتلوا معهم حتى قتلوا بقية الرماة، ثم انقضوا على المسلمين من الخلف والمسلمون لم يشعروا إلا والمشركون قد أحاطوا بهم من الأمام ومن الخلف، فحصلت النكبة بسبب مخالفتهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم، هو من عند أنفسكم أي أنتم السبب. وقبل هذا يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم يعني تقتلونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، بشرهم الله بأنه عفا عما حصل منهم من المخالفة ليطمئنهم. وبعد ذلك انتهت المعركة وانصرف المسلمون، دفنوا شهداءهم في محل المعركة في مقبرة الشهداء التي عند أحد، وحملوا جرحاهم وعادوا إلى المدينة وقفل المشركون إلى مكة. ثم إن المشركين تلاوموا وقالوا كيف نترك بقيتهم، لماذا لا نرجع ونستأصل بقيتهم، فأرسلوا مندوبا منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أننا سنعود إليكم ونستأصل بقيتكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من حضر المعركة من الأصحى والجرحى أن لا يتخلف أحد، فنهضوا رضي الله عنهم بجروحهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر أن لا يخرج إلا من حضر الوقعة، فخرجوا لجروحهم رضي الله عنهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وساروا في أثر المشركين، ثم نزلوا منزلا يقال له حمراء الأسد، نزلوا منزلا. فلما بلغ المشركين أن المسلمين خرجوا في أثرهم أصابهم الرعب وقالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة
فهزمهم الله ولم يرجعوا، لم يرجعوا إلى المسلمين، بل أصابهم الرعب ومضوا في طريقهم إلى مكة، وكفى الله المؤمنين شرهم. لكن بعد ماذا؟ بعد الامتحان، بعد إظهار القوة والإيمان، الذين قال لهم الناس أي مندوب من المشركين: إن الناس أي المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم، قد جمعوا لكم يريدون الرجوع وهم على أثر المعركة وفيهم الدماء والجروح، فاخشوهم فزادهم إيمانا، زادهم إيمانا، ما تضاضعوا ولا جبنوا، ولا زادهم ذلك قوة، لأنهم يؤمنون بالله عز وجل، وهؤلاء هم أولياء الله، هم أولياء الله، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، أي الله كافينا ونعم الوكيل الموكول إليه أمرنا، فلم يتضاضعوا من التهديد ولم يخافوا من المشركين لقوة إيمانهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا ما قالوه. وخرجوا، خرجوا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله جل وعلا: فانقلبوا، يعني رجعوا سالمين بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء. نتيجة إيش؟ نتيجة الإيمان والصبر، قولهم حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه النتيجة. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى، والله ذو فضل عظيم، حيث من عليهم بالأجر والسلامة وأمدهم بالقوة في قلوبهم، فلم يتضاضعوا، انقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قال ابن عباس رضي الله عنه: هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، حين ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال الله جل وعلا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكانت النتيجة أنهم انقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، هذه النتيجة. وهؤلاء هم أولياء الله جل وعلا دائما وأبدا، أن الله يكون معهم. ثم ذكر أولياء الشيطان فقال: إنما ذلكم، أي هذا، هذه الشائعة التي سمعتم، وهذا الكلام وهذا التهديد، إنما هو من الشيطان يخوف أولياءه، يخوف أولياءه. فيها وجهان: يخوف أولياءه، المفعول الأول محذوف تقديره يخوفكم، خوفكم أولياءه، يخوفكم أيها المسلمون أولياءه من الكفار والمشركين. والوجه الثاني: يخوف أولياءه، يخوف ضعاف الإيمان من المنافقين الذين هم أولياء الشيطان، يخوف أولياءه. فلا تخافوهم، فلا تخافوهم، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى أن أولياءه يخافون أولياء الشيطان. الله جل وعلا قال: فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. خوفوا أولياءه فلا تخافوهم، وخافون، خافون مخففة، أصل خافوني بالياء، حذفت الياء تخفيفا، وخافون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن الحقيقي لا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى، مهما هدد ومهما، فإنه لا يخاف إلا الله، قلبه معلق بالله جل وعلا. خافوني إن كنتم مؤمنين، فالمؤمن لا يخاف إلا الله ولا يخاف غير الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات فيها بيان صفات أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم. وقال تعالى: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون،
وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، إلى قوله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. نعم، إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون، جعلنا الشياطين، سلط الله الشياطين على الذين لا يؤمنون، كما قال تعالى ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. فالكفار أولياءهم شياطين. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، السبب أنهم لا يؤمنون، فلما كانوا لا يؤمنون بالله سلط الله عليهم الشيطان وجعله وليهم، كما قال جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، هذا هو السبب أنهم لا يؤمنون. فدلت الآية على أن الذين يؤمنون فإن الشيطان يبتعد عنهم ويكون وليهم الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين، لماذا حقت عليهم الضلالة؟ لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إذا فعلوا فاحشة وهي أنهم يطوفون بالبيت عراة يكشفون عوراتهم، فكشف العورة فاحشة، فعلوا فاحشة سماه الله فاحشة، والفاحشة هي المتناهي في القبح، فكشف العورات والسفور للنساء هذا فاحشة، والذي يأمر بها هو الشيطان وجنوده من الجن والإنس ودعاة الفتنة الذين يدعون الآن إلى خلع الحجاب وإلى السهور، هم مثل الذين كانوا يدعون إلى الطواف بالبيت عراة في الزمان الأول سواء بسواء. إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، يحتجون به، يحتجون بما وجدوا عليه آباءهم ولا يحتجون بما قال الله قال رسول، إنما يحتجون بآبائهم وأجدادهم، هذه حجة باطلة، حجة باطلة تكررت منهم وهي باطلة. وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، هذه أشد، نسبوا إلى الله أنه أمرهم أن يطوفوا بالبيت عراة أن يكشفوا عوراتهم، فكذبوا على الله سبحانه وتعالى والله أمرنا بها، رد الله عليهم فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، لا يأمر بالفحشاء، هذا يتنافى مع شرع الله سبحانه وتعالى، لا يأمر بالفحشاء أمر تشريع، أمر تشريع، أما الأمر الكوني والقدري فهذا يقدره الله عقوبة على من قدره عليه، لكن الأمر الشرعي أبدا مستحيل إن الله يشرع لعباده كشف العورات لأنه فحشاء، والله لا يأمر بالفحشاء من هذا وغيره، إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، والله أمرنا بها هذا قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم أشد من الشرك، قال تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، هذا الذي أمر الله به عند كل صلاة، عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، قيموا وجوهكم يعني أخلصوا نياتكم، أخلصوا نياتكم وقصدكم لله عز وجل، قل أمر ربي بالقسط يعني بالعدل، وكشف العورات ليس من العدل، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أخلصوا لله في صلواتكم وطوافكم
بالبيت، أن البيت مسجد، وكشف العورة عند البيت هذا ليس من إقامة الوجوه، بل هو من الظلم ومن صرف الوجوه عن الله جل وعلا إلى الشيطان. وادعوه مخلصين له الدين، أي الدعاء، يسمى الدعاء دينا. وفي الحديث الدعاء هو العبادة، الدعاء هو أعظم أنواع العبادة وأعظم أنواع الدين. مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، كما خلقكم أول مرة فإنه يعيدكم يوم القيامة. والإعادة أهون من البداء في نظر العقول، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كما بدأكم حيث خلقكم من العدم تعودون عند البعث، كما كنتم في خلقتكم الأولى. لقد جئتمونا وعرضوا على ربك صفا، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، كما بدأكم تعودون. فريقا هدى الله سبحانه وتعالى، وفريقا حق عليهم الضلالة بسبب كفرهم وتوليهم للشيطان. السبب ما هو؟ حق عليهم الضلالة، ما السبب؟ هل الله ظلمهم؟ لا، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء، هذا هو السبب، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فتركوا ولاية الله وأخذوا ولاية الشيطان والعياذ بالله. إنهم اتخذوا الشياطين التي تدعوهم إلى الشرك وإلى كشف العورات وإلى الضلال وإلى السهور، اتخذوهم أولياء، تولوهم وأحبوهم واتبعوهم من دون الله. والمصيبة أشد، ويحسبون أنهم مهتدون، يحسبون أنهم مهتدون ويقولون هذا هو الصحيح، يزين لهم والعياذ بالله، يقول هذا هو الصحيح وهذا هو الرقي وهذا هو الحضارة، والدين تخلف ورجعية إلى آخر ما يقولون. يحسبون هم لو كانوا يعرفون أنهم على ضلال لهان الأمر، لأنه يرجى أن يرجعوا، لكن المشكلة أنهم يحسبون أنهم مهتدون فلا يرجعون، هذا من تمام الابتلاء والعياذ بالله، يحسبون أنهم هم اللي على الحق. فدل على أن من خالف الحق وهو يعلم أنه لا يعذر، أنه لا يعذر، ولو كان يرى أن ما هو عليه حق، ما دام أنه خالف الوحي فهو باطل، ولو رآه حقا فهو باطل. ويحسبون أنهم مهتدون، اتخذوا الشياطين ولم يكتبوا بذلك، بل يظنون إن هذا هو الحق وهذا هو الرقي وهذا هو الحضارة وهذا هو التقدم إلى آخر ما تسمعون من الهذيان الفارغ والباطل، من مدح الشرك وأهله، مدح الإلحاد والكفر، ومدح الضلال. نعم. وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. بعض الناس يقول إن اللي يظن أنه على حق هذا معذور، اللي يظن أنه على حق لأنه لم يصل إليه الوحي يكون معذورا إلى وقت، إلى أن يتبين له، أما الذي بعد ما وصله الوحي يخالف ويظن أنه على حق هذا غير معذور، هذا غير معذور، قامت عليه الحجة. ولو كان أنه يرى أنه على حق، ما هو على حق ما دام أنه يخالف الوحي وقامت عليه الحجة، ليس على حق وليس معذورا. نعم. وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. إلى أوليائهم، أولياء الشياطين من الكفار والمنافقين. والآية من سورة الأنعام في سياق استباحة الميتة، لأن المشركين يستبحون الميتات، يستبحون الميتة، كانوا يستبحون الميتة ويقولون إن الله هو الذي ذبحها، فكيف لا نأكل مما ذبحه الله، نأكل مما ذبحتم. هذه مقالة المشركين، يقولون إن الميتة الله هو الذي ذكاها، أما الذبائح أنتم الذين ذبحتموها. وهذه المقولة أوحاها إليهم شياطين فارس من المجوس،
يوحون إلى أوليائهم من مشركي العرب، أوحوا إليهم هذه الفرية فقالوا إن الذي ذبحه الله وهو الميتة أولى من المذكات التي ذبحتموها، وإن الشياطين أي شياطين الإنس ليوحون إلى أوليائهم بهذه الحجة الباطلة ليجادلوكم أيها المؤمنون، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن أطعتموهم في استباحة ما حرم الله إنكم لمشركون بالله، لأن التحليل والتحريم حق لله جل وعلا، لا يجوز لأحد يحلل ويحرم، هذا حق الله جل وعلا، هو الذي يحلل ويحرم، وليس لأحد أن يحلل ويحرم من دون الله، هذا شرك في الطاعة والعياذ بالله. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وشرك الطاعة نوع من أنواع الشرك. نعم. الشاهد من الآية يوحون إلى أوليائهم دل على أن من استحل ما حرم الله أنه من أولياء الشيطان، من استحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله فإنه من أولياء الشيطان، وأما من أحل ما أحله الله وحرم ما حرمه الله فإنه من أولياء الله. نعم. وقال تعالى عن الخليل عليه الصلاة والسلام: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إبراهيم عليه السلام لما نور الله قلبه بالإيمان والتوحيد من بين قومه الذين يعبدون الكواكب ويتخذونها آلهة من دون الله ويصنعون لها التماثيل، يصنعون التماثيل على صور الكواكب ويعبدونها من دون الله، أرسل الله إليهم خليله إبراهيم عليه السلام يدعوهم إلى الله عز وجل وينكر عليهم عبادة الكواكب والتماثيل، وبدأ بأبيه، هذا دليل على أن الذي يدعو إلى الله أول ما يبدأ بأقاربه، وأنذر عشيرتك الأقربين. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.